عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث المتوسط. اليوم موضوعنا adverbs and adverbials، الظروف والعبارات الظرفية. ملاحظة: الظرف والعبارات الظرفية تعطي معلومات عن الفعل، يعني كيف وأين ومتى، حيث إن الظرف يصف الفعل، مثل ما عندنا الصفة تصف الاسم، الظرف يصف الفعل. الظروف أنواع، عندنا هنا الأدفيربز: manner ظرف الحال، place ظرف المكان، وtime ظرف الزمان. راح ناخذ بهذا الدرس أنواع الظروف وشلون راح نرتبها بالجملة. نجي number one: adverbs of manner ظروف الحال. ظروف الحال تخبرنا عن كيفية حدوث الحدث، عن الكيفية. وأما تكون ظروف الحال كلمة واحدة مثل slowly, quickly, politely وغيرها، أو كلمة واحدة فقط مثل fast, well وغيرها من الكلمات، أو تكون ظروف الحال مثل يعني كعبارات مثل by car, on foot, in a friendly way بالسيارة، على الأقدام، بطريقة ودية. ملاحظة: ظرف الحال يكون بعد الفعل أو المفعول به. مكان ظرف الحال بالجملة أما يكون بعد الفعل مباشرة أو بعد المفعول به. مثال: He traveled by car. هنا by car هذا ظرف حال، adverb of manner. إجا ظرف الحال هنا بعد الفعل travel مباشرة. 2. He drives the car slowly. Slowly ظرف حال، adverb of manner. هنا هذا ظرف الحال إجا بعد كلمة the car اللي هي مفعول به. إذن ظرف الحال أما يأتي بعد الفعل مباشرة أو يأتي بعد المفعول به. ثانيا: adverbs of place ظروف المكان. ظروف المكان تخبرنا عن أين يقع الحدث، يعني مكان. وظروف المكان أما تكون كلمة واحدة مثل here, there, هنا, هناك، أو تكون عبارة مع حرف جر، أو عبارة مع حرف جر مثل in the house, on the table، عبارة مع حرف جر. Example: مثال: He put his book on the table. هذا ظرف المكان. He put his book on the table، على المنضدة، وضع كتابه على المنضدة. ملاحظة: ظرف المكان يكون بعد الفعل أو بعد المفعول به. هنا he put his book on the table، إجا هذا بعد المفعول به اللي هو his book. إذن مكان ظرف المكان أما بعد الفعل أو بعد المفعول به، مثل ظرف الحال اللي شرحناه قبل شوي. 3. Adverbs of time ظروف الزمان. ظروف الزمان تخبرنا عن متى، متى يحدث الحدث، تخبرنا عن متى، يعني وقت حدوث الحدث. وظروف الزمان أما تكون ظروف زمان غير محددة مثل before school, after lunch, every day, yesterday وغيرها، أو تكون ظروف زمان غير محددة مثل sometimes, often, usually وغيرها. نلاحظ أن ظروف الزمان الغير محددة، هاي الغير محددة letter B، تكون قبل الفعل. ظروف الزمان الغير محددة اللي هي sometimes وoften وusually وalways وغيرها تكون قبل الفعل، مكانها قبل الفعل. أما ظروف الزمان المحددة اللي هي A، فهي أما في نهاية الجملة، في بداية الجملة أو في نهايتها. أما تكون في بداية الجملة أو في نهايتها. ناخذ مثال: He sometimes studies. الفعل studies، إذا sometimes قبل الفعل، هذا ظرف الزمان الغير محدد.
He sometimes studies his lessons دروسه after lunch. هذا ظرف الزمان المحدد إجا في نهاية الجملة. إذن ظروف الزمان المحددة أما في نهاية الجملة أو في بدايتها، وظروف الزمان الغير محددة تأتي قبل الفعل الرئيسي في الجملة. يكون ترتيب الظروف في الجملة كالآتي: أولاً، إذا كان هناك ظرفين حال، يعني إذا عندي ظروف حال اثنين في الجملة، نختار بالترتيب الآتي: They crossed the desert، فاعل وفعل ومفعول به، slowly on foot، إجانا ظرف زمان اللي هو ظرف حال اللي هو slowly، و on foot أيضا ظرف حال، slowly on foot. ممكن أن يصير بطريقة ثانية: They crossed the desert on foot slowly. On foot slowly. إذن أما slowly أو on foot or on foot slowly. الطريقتين صح. ثانيا ترتيب الظروف. الظروف اللي هو ظرف الحال والمكان والزمان. Manner, place وtime. يكون كالآتي: ظرف الحال أولا، وثم ظرف المكان، وثم ظرف الزمان. يعني manner, place, time. حال، مكان، زمان. نرمز للحال بالحرف M، وللمكان بالحرف P، وللزمان بالحرف T. الM من كلمة manner أول حرف، والP من place، والT من time. لذلك نحفظ هذا الترتيب اللي هو M, P, T. M, P, T. manner, place, time. ظرف حال، ظرف مكان، ظرف زمان. هذا هيك بالترتيب الرتبة الترتيب الصحيح بالجملة. بالاكتيفيتي بوك في كتاب النشاط صفحة 89 اكسرسايز بي. Put these words and phrases in order to make sentences. خلي العبارات والكلمات الآتية بالترتيب لتكون جمل. راح هنا نرتب بها ظروف الحال وظروف المكان وظروف الزمان. The children happily played in the garden all day. The children هذا الفاعل، played هذا الفعل الرئيسي. Happily هذا ظرف الحال أولا، in the garden ظرف المكان ثانيا، all day ظرف الزمان ثالثا. إذن the children played happily in the garden all day. حال، مكان، زمان. 2. In our house, read usually after dinner we quietly. We هذا الفاعل، usually ظرف الزمان الغير محدد، إجا قبل الفعل الرئيسي. We usually read قبل الفعل الرئيسي ظرف الزمان الغير محدد. We usually read quietly ظرف الحال، in our house ظرف المكان، و after dinner ظرف الزمان المحدد after dinner. 3. I to the Emirates traveled in the holidays by bus. I traveled الفاعل والفعل الرئيسي. By bus هذا ظرف الحال. To the Emirates هذا ظرف المكان. In the holidays هذا ظرف الزمان. Last night played music. My brother very loudly shouted and my father angrily at him. My brother هذا الفاعل، played هذا الفعل الرئيسي، music هذا المفعول به، very loudly ظرف الحال، last night ظرف الزمان. هنا ماكو ظرف مكان، اجانا حال وزمان، اذا الحال قبل الزمان. very loudly last night. نكمل. and my father ووالدي هذا فاعل، shouted هذا الفعل الرئيسي، angrily angrily هذا ظرف حال، angrily at him. 5. هشام patiently had to wait
for a long time at the hospital. هشام هذا الفاعل. Had to wait هذا الفعل الرئيسي. Patiently هذا ظرف الحال. At the hospital هذا ظرف المكان. For a long time وهذا ظرف الزمان. 6. People usually in London to work travel by underground اللي معناها قطار الأنفاق who live. People who live in London هذا كل الفاعل. People الناس who live in London الذين يعيشون في لندن. People who live in London هذا كل الفاعل. Usually ظرف الحال العفو ظرف الزمان الغير محدد. Usually travel قبل الفعل الرئيسي. Usually قبل الفعل الرئيسي اللي هو ظرف الزمان الغير محدد. To work للعمل by underground هذا ظرف الحال. By underground. 7. Carefully homework. His after supper does مناف. مناف فعل. Does هذا الفعل الرئيسي. His homework هذا المفعول به. Carefully هذا ظرف الحال. After supper هذا ظرف زمان محدد إجا في نهاية الجملة. 8. Starts usually 8 o'clock. Finishes and Jude school at 3 o'clock. Jude هو الفاعل. Usually ظرف الزمان الغير محدد اللي يجي قبل الفعل الرئيسي في الجملة. Jude usually starts school at 8 o'clock. هذا ظرف الزمان المحدد. And finishes at 3 o'clock. وهذا أيضا ظرف الزمان المحدد إجا في نهاية الجملة وربطنا بand وبعدين فعل وأيضا إجا في نهاية الجملة. هذا موضوع الadverbs and adverbial. إن شاء الله استفاديتوا منه. تحياتي تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.